عمره 8 سنين ابن إلي. كان صف ثاني ابتدائي اسمه كاشف. فأجي يوميتها علي، كنت أنا ملي تنك مي للتركتر للغنمات على التركتر، فأجي ركب معاي، مش تف إنه يركب معاي إنه يمشي معاي يتخرف معاي، لأن كلياتنا كنا كانوا أكوتو يحبوه، شخصيته كانت غير شكل. وقع عن التركتر وأجى راسه على حجر، صار ينزف، قعد 6 ساعات وهو ينزف قبل ما يصلنا أي بالانس أو أي شيء، تفارق الحياة. المقاسيم في 2003 كانت المقاسيم مشددة أكثر من اليوم، قبل ما يصل البالانس توفى. قعد تقريبا حدود 4 ساعات وهو يتعذب وينزف. لو كان في عيادة فيها ممرض، الممرض بيعرف يعالج، يكون قريب في المناطق، بمنع أي بنية تحتية أو بنية صحية، بمنع أي خدمات كانت. وما كانتش عندكم سيارة يعني إنه تاخذوه شيء زي هيك؟ لا، في عندنا سيارة، فيش عندنا إلا تراكتر، وولد مصاب نقدرش نزمه في تراكتر، نحمله في تراكتر. مش كل السيارات بقدرنا بيجين بفتن الطريق، الطرق هاي الترابية اللي مدمرة، فحاولنا ان نساوي الطريق. الجيش جرفها كامل، فالمعاملات اللي بتعاملها للسكان هان وعدم قيام والسماح لهم في عيشة كريمة ولا الضغط على الناس لترحيلهم. عندك امل انه الاشي يتغير؟ يعني انت كثير سنين يعني كل الامل، كل الامل. تاريخ عجلي ولا يمكن القوي ظل القوي. أنا بتمنى أن المجتمع الدولي كامل يتعقل ويعمل السلام.